السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهارده مهم جدا جدا جدا، وبنات كتير جدا مستنينه على القناة، لان المنتجات دي عندي بقالها شهور طويلة وبنات كتير مستنيني الريفيو بتاعها. وانا طبعا مش بطلع اعمل ريفيو غير لما استخدم الحاجة كويس جدا عشان اعرف اقول تجربتي. انا مش دكتورة، انا واحدة بتحب السكين كير جدا، بتجرب منتجات كتير جدا 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 في السكين كير، فطلع اقول تجربتي وخبرتي مع استخدام المنتجات دي، وبحكم عليها في خلال تجربتي وخلال تجربتي مع منتجات تانية، فهل ليها بدايل، هل هي الاحسن، كل الكلام ده هنعرفه مع بعض ان شاء الله في الفيديو النهاردة. فمسيش تعملي لايك وسبسكرايب لو انت مش مشتركة في القناة، ولو استفدتي مسيش تعملي شير عشان غيرك كمان يستفاد. ويلا بينا نبتدي الفيديو على طول. هنتكلم عن 5 منتجات من ذا اورديناري. هنتكلم عن اول نوع، والنوع اللي انا هتكلم عليه اول واحد هو نوع انا اتكلمت عليه قبل كده وهبتدي بيه، عشان انا هقول كلام مختصر، لانك لو عايزه ريفيو مفصل عن ذا اورديناري هايلورونيك اسيد هتلاقيه في فيديو لوحده كنت متكلمه فيه عن تجربتي الخمس انواع تقريبا من انواع الهايلورونيك، وعامله يعني فرق بينهم او تجربتي معاهم ايه. فهتروحي على الفيديو ده، هسيبه لك تحت في صندوق الوصف، هتروحي تشوفي انواع كتيره منهم ذا اورديناري. فانا هتكلم عليه دلوقتي بطريقه مختصره، ورايي فيه ان هو حلو جدا، مرطب حلو جدا، انصح بيه كمان لاصحاب البشره الجافه بالذات لان هو تقيل ولزج. رايي فيه ان هو حلو، بس بالنسبه لي زي ما هتشوفوا في الفيديو التاني انه زيه زي غيره، مفيش فيه بالنسبه لي حاجه مميزه، يعني بيدهوني اللي بيدهوني انواع تانية من الهايلورونيك قد تكون في نفس سعره او اقل منه. فهتروحوا تشوفوا الفيديو التاني وهتعرفوا رايي فيه بتفصيل، ولكن في المجمل هذا المنتج حلو جدا. هنتكلم عن تاني منتج من The Ordinary وهو الكافيين. والكافيين من اشهر المنتجات برضو من ذا اورديناري، في كذا اصدار، في الاصدار دوت وفي الاصدار التاني اللي غطاه اسود، لان طبعا ذا اورديناري في كذا اصدار، وهي دي مشكله ذا اورديناري اللي هنتكلم عليها في اخر الفيديو. لازم تكملي الفيديو للاخر عشان تشوفي ازاي نتخلص من مشكله ذا اورديناري اللي هي التقليد، لان المنتج ده اتقلد بطريقه رهيبه. تعالوا عشان ما نقطعش في الكلام، خلينا الاول في المنتج بتاعنا الكافيين. الكافيين ده المفروض ان هو مخصوص لمنطقه تحت العين، لشد المنطقه، لترطيبها، للتجاعيد، للهالات السوداء، وهو مشهور قوي قوي قوي. اكتر حاجه مشهور بيها هي الهالات السوداء، ان هو بيقلل الهالات السوداء. طب يا رورو، هل هو فعلا قلل معاكي الهالات السوداء؟ لا، يعني بالنسبه لي في الحقيقه، من غير ما حد يزعل طبعا، زي ما احنا متفقين دايما، المنتج قد يكون حلو معايا ووحش معاكي، او حلو معاكي ووحش معايا، عادي جدا، كل تقبل بشره على حسب غيرها. لكن انا معايا شايفه ان هو منتج عادي جدا لمنطقه تحت العين، ترطيب حلو، ممكن شويه بيشد البشره، بيضيع الهالات للفتره اللي انت بتستخدميه فيها. يعني طول ما انت يعني زي ما حصل، لو انتم متابعيني زي ما حصل معايا قبل كده لما كنت بستخدم اللي هو الاندر اي كريم او كونتور بتاع كولاجرا، كان برده فتح معايا طول ما انا كنت بستخدمه، كنت حسيت ان هو فظيع وحلو جدا، مجرد ما وقفته رجع تاني الهالات بتاعتي. فالمنتج ده زيه بالظبط بالنسبه لي، بس من غير لون. ده بتحسي بفرق كده طول ما انت بتستخدميه، بعد كده بتوقفيه بصراحه ما لقيتش حاجه مستمره. وزي ما انا بقول دايما، الهالات السوداء يا بنات، لو هالات من الارهاق ومن التعب وعدم النوم، الاكل اللي مش صحي، ممكن كل الكلام دوت انه المنتجات تفرق فيه. لكن لما بتكون الهالات ديت مثلا من تجويف تحت العين، او بتكون مثلا من امراض داخليه، الكلام ده ما بيروحش باي منتج اطلاقا، عشان برضو تبقوا فاهمين. ولكن المنتج ده عمل معايا حاجه غريبه جدا، وهي انه كنت كل ما بحطه هنا بلاقيه بيطلع لي حبوب، في حبوب صغننه قوي وبيضه كده تحت المنطقه بتاعه العين، وكنت بوقفه وارجع استخدمه تاني الاقيه برضو بيطلع لي نفس الحبوب دي. فانا مش عارفه هل المنتج ده عمل مع حد يعني عمل كده مع حد، يا ريت لو عمل كده مع حد يكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان كلنا نستفاد مع بعضينا. فده كان رايي في المنتج ده، ما ابهرنيش، ما كانش بالنسبه لي حاجه فظيعه من ذا اورديناري للامانه. نيجي بعد كده على المنتج اللي هو بالنسبه لي هو ده المبهر، هو ده الفظيع، هو ده اللي مخلصه منه ازازتين على التوالي، مخلصاهم اطلاقا. يعني دي تاني واحده، بصوا، ودلوقتي هبتدي في منتجات جديده نايسيمانايد علشان خاطر نشوف بدايل لذا اورديناري. فالنايسيمانايد بتاع ذا اورديناري انه ذا بيست، يعني بجد
رائع، منتج رهيب. بيعمل ايه يا رورو ده اللي هو النايسمانايت ده؟ بيعمل حاجات كتير. اول حاجة بتحسي ان مسام وشك، مش هقولك ان هي صغرت بس قفلت، يعني بتبقى بشكل طبيعي، شكلها بيختلف او بيبقى شكلها ناعم جدا جدا في البشرة. بيتحكم في افراز الدهون في البشرة، يعني لو بشرتك بتفرز دهون مثلا بنسبة 80% هو يخليها لك مثلا بنسبة 40%، بيقلل افراز الدهون بطريقة فظيعة. بيساعد مع الوقت في انك تخلصي من التصبغات اللي في البشرة. انا كانت المنطقة دي عندي غمقة، الحمد لله الغمقان ده راح، واللي بيشوفني على طول في فيديوهات الميك اب من غير ميك اب بيشوف ان الحمد لله المنطقة دي مبقاش عندي فيها تصبغات خالص. فالمنتج ده رائع جدا. طب يا رورو، في نسبة من البنات النايسمانايت بيطلع لها حبوب، وعلى فكرة النسبة دي قليلة جدا، يعني انا الشكوى دي ما جاتليش تقريبا غير من بنتين ان النايسمانايت بيطلع حبوب، يعني مش زي الهايلورونيك مثلا، ناس كتير بيطلع لها الهايلورونيك حبوب ايا كان نوعه، لكن النايسمانايت ناس قليله قوي. طب ليه؟ هقول لكم ليه. لان النايسمانايت كمان يا بنات بتركيز، كل المنتجات دي فيها تركيزات، ففي بشره تتحمل التركيز ده وفي بشره بتبقى عايزه تركيز اقل منه. فالتركيز بتاع النايسمانايت ده هنا 10، فده تركيز عالي. فانت لو طلع لك حبوب يبقى انت بشرتك محتاجه تركيز اقل، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هجرب لكم حاجه تركيز اقل واقول لكم رايي فيها. يعني ما تزعلوش لو المنتج ده ما نسيبش معاكم، ان شاء الله هتلاقوا منتج تاني، بس ده انا ارشحه لاي بنوتة وبقوة. وتقدروا تشوفوا الريفيوهات بتاعته قد ايه تحفة على اليوتيوب او الناس بتتكلم عنه ازاي حتى الاجانب. المنتج اللي بعد كده وهو الريتينول بتاع The Ordinary، وده زي ما انتم شايفين برضو انا مستخدمة منه حبة حلوين لحد هنا اهو، تمام. المنتج ده حلو جدا. الريتينول طبعا في العادة بنستخدمه بالليل قبل ما ننام، وفايدة الريتينول ان هو بالذات للبشرة الدهنية او المعرضة للحبوب بيبقى مفيد ليهم جدا الريتينول، لانه بيعمل على تقشير البشرة على المدى الطويل. يعني ايه؟ يعني مقشر، بس مقشر خفيف، بدل مثلا ما بنعمل الاكراتين اللي هو في ناس بيحرق لها بشرتها، في ناس ما بتستحملوش، بيبقى ليه عواقب. لكن الريتينول مقشر للبشرة على المدى الطويل، يعني بتدخليه في الروتين بتاعك كل يوم، فبتدي مع الوقت لو عندك اي تصبغات او اماكن حبوب بيبتدي يشيلها. زائد طبعا ان هو بيحفز الكولاجين في البشرة مع التقشير، وبيجدد خلايا البشرة لان هو بيقشرها. الريتينول ليه فوائد كتير جدا جدا للبشرة. انا طبعا انا عندي انواع كتير من الريتينول بستخدمهم. انا عارفة ان الموضوع ممكن يطول شويه معايا، بس عشان ادي كل واحد فيهم حقه، عشان اطلع اعمل لكم ريفيو زي اللي انا عملته لكم عن 5 انواع من الهايلورونيك، برضو هطلع اعمل لكم ريفيو عن كذا نوع من الريتينول عشان اقول لكم رايي في كل نوع. بس عايزه اقول لكم ان الريتينول ذا اورديناري من احسنهم، من احسن انواع الريتينول اللي انا جربتها، وكان في افكت حلو جدا منه على بشرتي للامانه. بس اهم حاجه نستخدمه صح، زي ما قلت لكم نستخدمه بالليل في الروتين بتاعنا، وما ينفعش تستخدمي مع الريتينول في نفس التوقيت اللي هو الفيتامين سي، لان الاثنين احماض ما ينفعش نستخدمهم مع بعض مقشرين. يعني مثلا ممكن تستخدمي الريتينول يوم والفيتامين سي يوم، ممكن تستخدمي الفيتامين سي الصبح لو انت قاعده في البيت وتخلي الريتينول بالليل، لكن مثلا ما ينفعش احط الريتينول واستنى ما ينشف واروح حاطه فوقيه فيتامين سي، ما ينفعش، تمام كده. ف ده رايي برضو في ذا اورديناري ريتينول. نيجي بعد كده على المنتج الاشهر على الاطلاق، وهو اللي هو المقشر الاحمر ده بتاع اللي هو البيلينج سوليوشن بتاع ذا اورديناري. طبعا زي ما انتم شايفين انا مستخدمه منه لحد هنا ودوت، لانه هو اصلا نقطتين منه بتكفي الوش كله، زائد ان هو المفروض بتستخدميه مره واحده في الاسبوع او مرتين بالكتير قوي زي ما هو مكتوب عليه، ما تستخدموش اكتر من كده. فعايزه اقول لكم انا استخدمته شهر بحاله. رايي فيه ان هو حلو، حلو. هل يستاهل الضجه دي؟ بالنسبه لي كواحده مجربه الاكراتين او الاكريتين، بالنسبة لي ان هو اقوى واحلى من هذا المنتج بكتير، وهو حاجة بنشتريها من الصيدلية مش عارفة ب20 جنيه باين ولا ايه، وده ب350 جنيه. فبالنسبة لي الاكراتين احسن، تمام بالنسبة لي انا. طب لا في العادي الاكراتين احسن من المنتج ده؟ اقول لكم لا. ليه المنتج ده ينفع ناس كتير؟ لان في ناس بشرتها حساسة جدا ما بتستحملش الاكراتين، فبتدي يعمل لها حروق. فده منتج مقشر
اهدى من الاكريتين بكتير. فا يعني انا لما جربته بيقشر وبيفتح البشره وكل حاجه، بس انا كان بالنسبه لي كواحده مجربه الاكريتين ده ممكن استخدمه مثلا لو انا راجعه من المصيف وبشرتي غامقه وعايزاها تفتح بسرعه، المنتج ده هيساعدني جدا. وشي مسمر شويه من الشمس، المنتج ده هيساعدني جدا. لكن البقع الغامقه بتاعه الحبوب مثلا، زي انا واحده بيطلع لي حبوب، والحبوب اللي بتطلع لي بتبقى حبوب غلسه جدا وبتسيب اثر اسود في بشرتي. انا من الناس اللي بشرتها بتعلم جدا جدا من الحبوب، تمام؟ فالمنتج ده ما بيعملش معايا افكت جامد، او بيعمل افكت بس بيعمل افكت على البشره عامه مش على الاثار بتاعه الحبوب والكلام ده. بالنسبه لي قد يكون او ده عشان انا مستخدمه الحاجه الاقوى منه، فممكن انت عشان واحده مثلا ما بتستخدميش الحاجه القويه قوي فممكن ده يعمل معاكي مفعول، فاهمين؟ لكن هو كمنتج بيعمل تاثير على البشره، بيعمل تاثير على البشره. هل اكرره تاني؟ انا بالنسبه لي لا، مش هكرره تاني، هستخدمه طبعا لكن مش هكرره تاني، لان انا بشرتي اتعودت على الحاجه الاقوى. ولكن موضوع الاكريتين ده يا بنات، انا كل ما هتكلم عنه هقول لكم، مش اي حد يطق في دماغه يعمل اكريتين، لان الاكريتين ممكن يحرق لك وشك لو انت مش عارفه تمشي على الخطوات الصح بتاعته، تمام؟ فالمنتج ده حلو، المنتج ده حلو جدا، تمام؟ دي كان رايي في المنتجات بتاعه ذا اوردينري. حاولت يكون الريفيو سريع وما اقعدش ارغي كتير، لكن في الاخر عايزه اقول كلام مهم جدا. المنتجات ذا اوردينري من اشهر المنتجات عالميا اللي بتعمل تاثير وافكت في البشره، وده حقيقي فعلا، منتجاتهم حلوه جدا جدا. ولكن للاسف المنتجات دي بتدي تتضرب وتبقى في منها كوبي كتير جدا جدا جدا. طب ايه الحل يا رورو؟ احنا دلوقتي عندنا حلين. اول حل ان احنا نحاول نلاقي بدايل في نفس جودة المنتجات دي، وان شاء الله باذن الله في ماركة انا بجربها حاليا او هجربها يعني خلاص، تعتبر بديل. انا شفت ريفيوهات اجانب كتير عنها تعتبر بديل لذا اوردينري، وهنشوف الكلام ده حقيقي ولا لا. كل الاجانب بيتكلموا عليها ان هي بديل ذا اوردينري، ان شاء الله هجربها لكم وهكلمكم عنها لما اشوف افكت منها. ده اول حاجه. تاني حاجه، طب لغايه ما نلاقي بديل ذا اوردينري ايه الحل؟ الحل انك لازم تشتري المنتجات ديت من سيلر موثوق فيها 100%، زي مثلا استريلا. استريلا يا بنات هي اللي عندها كل المنتجات بتاع ذا اوردينري، وبتجيبها من المصدر بتاعهم نفسه، من الشركة نفسها، تمام؟ عشان تبقوا فاهمين لازم تكون بتشتري من حد موثوق، لان كمان ذا اوردينري للاسف في منه كذا اصدار، يعني ممكن في اصدار ايطالي، في اصدار قصدي انجليزي، في اصدار صيني، في اصدار امريكي، فللاسف فيها كذا اصدارات. يعني انا بقول لكم امثله فيها اصدارات مختلفه، فلازم تشتري من حد موثوق وتشوفي كمان، تقولي له وريني اللي اسمها ايه الفواتير، عشان تشوفي بعينك ان المنتج دوت موثوق منه. فانا بالنسبه لي ذا اوردينري بصراحه مش بشتري من اي حد، لاني عارفه انه بيتضرب كتير جدا جدا جدا. فانا هسيب لكم تحت لينك الصفحه اللي انا بشتري منها ذا اوردينري على طول، تمام؟ يا رب يكون الريفيو بتاعي عجبكم وتكونوا استفدتوا. لو استفدتي ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله الف خير، وتابعوني دايما على انستجرام عشان دايما بنعمل ابديت لمنتجات كتير جديده بنستخدمها. باي باي.